يقول: ما حكم الاشتراك في الأندية الصحية المختلطة في الدول الكافرة إن لم أجد غير ذلك وأنا أدرس في استراليا؟ يعني هو هناك الحياة كلها مختلطة، فإما أن يستغني عن هذه الأندية، وإذا كان محتاجا لذلك فإنه يذهب في أوقات يخف فيها الناس، أو يكون في أماكن يعني في زوايا بعيدة عن مخالطة. نعم، لا يشاركهم مثلا في حمام السباحة الرجال والنساء وغير ذلك من الأمور وغيرها من الأماكن، لا أبدا، وإنما يتقي الله قدر ما يستطيع، والله المستعان.